عشاق فتة الشاورما لازم يشوف الفيديو ده. بعد ما اسعار الاكل الجاهز بقت صعبة جدا، لازم نعمل الاكل اللي بنحبه في البيت. يلا نبدأ نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هجهزها هي تتبيلة الفراخ. هحط علبة زبادي، هضيف عليها ربع كوباية عصير ليمون، وكمان لو بتحبوا بشر ليمون ضيفه بيبقى حلو. وبعدين هحط التوابل، بابريكا وكاري وكركم وزعتر وفلفل اسود وملح وسبع بهارات، وحطيت كمان ثوم مهروس بس ما تصورش. بعدين هنضيف شرايح الفراخ بتاعتي وهنسيبها تتبل مش اقل من ساعتين. هنسيبها بقى هي على ما تتبل. نجهز الرز بتاعنا، احط كده شويه زيت، وبعدين احط البهارات الصحيحه، ورق لورا، لومي، 3 فصوص حبهان، وبعدين هضيف بابريكا وكاري وكركم وفلفل اسود وقرفه وربع معلقه جنزبيل بيدي طعم حلو وملح. هحمص بقى البهارات دي كده مع بعض لحد ما ريحتها تطلع، وبعدين هضيف الميه بتاعتي. مكعب المرقة هيفرق في طعم الرز جدا وبيديله نكهة حلوة. أول ما المية تغلي هضيف الرز بتاعي، هكون غسلاه ومصفيه مش بنقعه خالص. هغطي عليه، وبعد ما يتشرب بالشكل ده ويشرب المية كلها ههدي النار واسيبه يستوي على نار هادية. لو عايزين نطلع البهارات الصحيحة في الوقت ده نطلعها، عايزين نسيبه لما الرز يكمل سوا مش هتفرق. هنجهز بقى العيش. من العيش اللي في البيت عندنا عادي، هنجيب كمية العيش اللي احنا عايزينها ونقطعها بالشكل ده. ممكن كمان نزود، هو بيبقى حلو جدا كسناكس اصلا، اول ما يطلع من الزيت كده ممكن نضيف عليه ملح وكمون وشطة وبيبقى حلو. لكن لو العيش اللي احنا هنحطه للفته ما نضيفش عليه اي توابل. قطعته طبقه كده صغيره وعلى زيت سخن هقليه. هنا بقى هبدا اسوي الفراخ. هحط كده شويه زيت وهدهنهم في الجريل، وبعدين انزل بشرايح الفراخ بتاعتي. الموضوع بسيط جدا، وهتلاقي نفسك من نص كيلو رز ونص كيلو فراخ عملتي كمية حلوة جدا وطبق كبير ومشبع. ده غير ان انتي مش هتصرفي ربع المبلغ اللي هتجيبي بيه من بره، خصوصا لو عددكم كبير في البيت. حطيتها كده بقى على نار هادية مش على نار عالية خالص عشان تاخد سواها كويس، ما تاخدش لون وهي لسه نية، ولما خدت لون من الجنب قلبتها على الجنب التاني. لازم النار تكون متوسطه. هنا بقى كانت استوت معايا، هطلعها عشان اقطعها. هبدأ كده اني اقطعها شرايح رفيعة على قد ما اقدر زي اللي احنا بنجيبها من بره. هي طبعا مش هتكون بالرفع الصغير خالص على بره، بس هي كده ألذ فعلا. يعني كانت ريحتها حقيقي تجنن. يعني بعد بقى ما هخلص الكمية كلها هبدأ بقى اوزع في الاطباق كده. الرز الاول زي ما بنجيبها من بره بالظبط، الرز الاول، وبعدين هنحط العيش بتاعنا، وبعدين هنحط التومية. التومية انا ما حبيتش اني اطول عليكم في الفيديو، فخليت لكم الفيديو بتاعها يكون فيديو لوحده عشان الفيديو ميبقاش طويل قوي. وبعد التومية هوزع شرايح الفراخ.
حقيقي كانت جميلة جدا. وكمان اتبقى بعد الكمية دي حوالي نص طبق كمان، كانت حلوة جدا ولذيذة وتجربة حقيقية ممتعة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.